الملف اليمني، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني المدعوم من المقاومة الشعبية على عدة مواقع عسكرية كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر عسكرية بسيطرة الجيش على موقع سد عقران المكون من سلسلة جبلية في مديرية نهم بعد معارك مع الحوثيين. كما سيطرت المقاومة كذلك على أجزاء من جبل السفينة في المنطقة. وقد أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وللمزيد معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، تطورات جديدة في نهم ومحاولات من الجيش الوطني للتقدم في المنطقة، ما آخر المستجدات الميدانية هناك؟ نعم جمال، حتى اللحظة تتواصل المعارك، أعنف المعارك تتواصل الآن في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء ما بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، وكذلك المقاومة التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى. هناك معارك حتى الآن في تلك المنطقة. المقاومة التابعة للرئيس هادي تقول بأنها سيطرت على مواقع جديدة في تلك المنطقة في وقت سقط 9 قتلى في صف الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بحسب مصدر في المقاومة التابعة للرئيس هادي، فيما يقول إعلام الحوثيين بحسب وكالة سباء التي يديرها الحوثيون. أكدوا بأنهم صدوا زحف في مناطق جبل يام وكذلك جبل المنار ومناطق أخرى في نهم، ما أدى إلى سقوط 10 القتلى والجرحى في صفوف قوات التابعة للرئيس هادي. وكذلك اتهموا الطيران التحالف بإلقاء قنابل عنقودية على المنطقة، يأتي هذا كذلك بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف على تلك المنطقة التي تدور فيها أعنف الاشتباكات حتى اللحظة جمال. الآن كذلك وردني خبر عاجل الآن بأن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت سيارة تابعة لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، والأنباء تقول بأن هناك قتلى وجرحى في هذه السيارة التي استهدفتهم الطائرة الأمريكية بدون طيار. جمال، هناك اشتباكات عنيفة كذلك تدور في مناطق المخا وبالتحديد في مناطق موزع وكذلك الزاهر وهي تابعة لمدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر. أعنف المعارك تدور حتى الآن ما بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والمقاومة التابعة للرئيس هذه من جهة أخرى، وسط سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. كذلك هناك تعزيزات كبيرة وصلت لكلا الطرفين إلى تلك المنطقة، حيث يحاول الحوثيون استعادة المناطق التي سيطرت عليها المقاومة الشعبية التابعة للرئيس هادي خلال الأسابيع الماضية. من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك.